بفتكر ما قبل الأخير، إذا ما قلنا الأخير. إبراهيم مساء الخير. مساء النور. أهلا وسهلا فيك يا إبراهيم، تفضل. أنا كان عندي استفسار بس، يعني أنا عندي العضو صغير، تمام؟ نعم. يعني وما بيبقاش كامل الانتصاب. نعم. وفي اللي هي المشكلة، تمام، بيبقى مثلا ببقى قاعد طبيعي كده بلاقيه بينزل منه نفسه، يعني تمام، بش مثلا حاجة معينة بلاقيه بينزل منه نفسه كده. حضرتك بتدخن سجاير يا أستاذ إبراهيم؟ لا ما بدخنش. بتعاني من اي امراض زي ضغط او سكر او قلب او لا حاجه؟ لا 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 لا. في سمنه او حاجه عندك؟ ايه؟ في سمنه؟ يعني إيه؟ جسمك مليان؟ جسمي مرة؟ مليان تخين شويه؟ عندك سمنه زايده؟ في سمنه زايده؟ لا ما فيش، هي مش كامل، ما فيش. وعملت تحليل، عملت التحاليل واشعات للموضوع ده ولا من غير تحليل؟ لا لسه. طيب، شكرا لاتصالك. شكرا يا إبراهيم. طبعا ضعف دوت لازم نعمل تحاليل، ودي برضو كنت عايز اقول، برضو استفيد من اجابه على سؤال الاستاذ ابراهيم، واقول برضو الحاجه الملخصه النهائيه برضو بالنسبه لي، ان لازم اي حاجه من الحاجات اللي بيشتكي منها الزوج او الزوجه لابد من الذهاب للطبيب من البدايه قبل ما تتفاقم، ولازم نستبعد الاسباب العضويه بتحاليل واشعات بدون اللجوء الى المنشطات او الادويه او الوصفات او العلاج بالاعشاب او الحجامه او الربط او السحر، وكل الدجالين دول نبعد عنهم، ونتجه للطبيب اول ما نتجه عشان يشخص اي سبب عضوي، لان قد يكون الضعف الجنسي ده بدايه او مقدمه لمرض في القلب او مرض في السكر او مرض في الكبد او مرض في الكلى. يعني الموضوع ليس مجرد ادويه هناخدها وخلاص، لا، لازم نروح للدكتور عشان نتعامل مع هذا الموضوع بالطريقه العلميه اللي تخلينا نكتشف حاجات يمكن اهم من الحاجه اللي احنا رايحين بيها للدكتور. نعم. وبالنسبه لنصيحتك يا ابراهيم، بالنسبه للاستاذ ابراهيم، لازم نعمل تحاليل كامله للدم والكوليسترول والسكر وللكبد وللكلى، ونعمل اشعه على العضو ذاك عشان نشوف ايه سبب ضعف الانتصاب اللي عنده دوت. نعم.